السلام عليكم متتبعي الكرام، كنتمنى دائما تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال مزيانة. اليوم بغيت نشارك معكم كيك بنكهة القهوة والشوكولا. بحال دائما نخليكم مع المكونات والطريقة، فرجة ممتعة. أول حاجة غادي نبداو بالكيك. عندي هنا 4 البيضات، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، كاس ديال الطحين، وهنا كاس طحين، يعني غادي نحتاج 2 كيسان ديال الطحين، قبصة الملحة، 1 الفاني، 2 خمارات حلويات، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال القهوة. الا بغيتو ديرو نص كاس ديال الماء وزيدو فيه نسكافي زيدو فيه نسكافي. عندي كاس ما عامرش ديال السكر حبيبات. غادي ناخد غيسيبيون ندير فيها 4 البيضات، السكر، بغيتو تطلعوهم بالفوي طلعوهم، بغيتو تطلعوهم بالباتور طلعوهم، قبصة الملحة، من بعد ما خلصنا داب السكر غادي نزيد الزيت غير بشويه، هذا الكاس كيعطيني نص كاس ديال العنبه باش يكون العبار عندكم هو هذا. غنزيدو الشوكولا نص كاس، وغادي نضيف الدقيق الفاني، وغادي نزيد الدقيق، الدقيق ضروري يكون منخول. هنا خوينا كاس، وغادي نزيد هنايا 2 معالق ديال الكاكاو، ونزيد الخمارات، وغادي نزيد الكاس ديال الطحين. غادي نشوف ما هنا نقص هاد شويه حتى نشوف الخليط ديالي. صافي هنا الخليط ديالي بركة عليه، ما غاديش نزيد، يعني ما غاديش نديرو 2 كيسان ديال الطحين. انا درت كاس وتقريبا 2 كيسان، ولكن الكاس درت ما عامرش، كيبقى منو هاد شويه، يعني كتبقى النوعيه الخليط على حسب نوعيه ديال الدقيق واش الدقيق كيشرب اولا. عندي هنا المول قطرة ديالو 26، المول اللي كتعرفوا العادي. غادي نفرغ النص ديال الخليط، غادي نفرغ النص ونخلي النص، صافي بحال ما هكا، ونخلي الاخر. نحاول نسرح الطبقة. هنا الفران شعلتو على 180 درجة، خصنا نردو البلادي دغيا كطيب، ما نغفلوش عليها. بالنسبة للكريمة عندي 4 معالق ديال النشا، معلقة كبيرة ديال الزبدة، 4 معالق ديال السكر، عندي هنا 700 ملل ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال الغبرة ديال الكاكاو المر، 1 معلقة صغيرة ديال قهوة سريعة الذوبان، 1/4 ديال الحبات ديال الشوكولا. الشوكولا هادي عادية. نجيب شي كاسرونة نخوي فيها الحليب، 4 معالق ديال النشا، 1، 2، 3، 4، نزيد السكر، هنا حتى هي 4 المعالق، نزيد الكاكاو، ونزيد النسكافي، نخلط هادشي مزيان، نديرو فوق فوق النار حتى يعقد، وعاد نزيد له الزبده والشوكولا. دابا خلطنا مزيان، غادي نديرو فوق البوطا. هنا من بعد ما غلات غادي نزيدو هاد الشكلاط، ونزيدو قلت لكم معلقه ديال الزبده، صافي نخلطو مزيان هنايا. هنا كيكون الكيك ديالنا طاب، غادي ننزل عليه هاد الكريمة،
ونخليها حتى تشد راسها ونطلقها. بعد ما كتشد راسها كنديرو بحال هكا، كنلقاوها شاده راسها. غادي نفرغ عليها هذيك الكيك اللي بقى لي من الاول. ها هو وزعناه وغادي نرجعوه للفران. بالنسبه للتزيين عندنا هنايا درت 70 غرام ولا 80 غرام ولا شحال ما عندك ديال الشكلاط، الشكلاط عادي. غادي نذوبو هنايا في حمام مريم، وغادي نزيد عليه هاد الدانيت ديال الشوكولا. عندي هنا ثلاثة ديال العلب، صافي غادي نخلطوهم. كنحصلوا على واحد الكانوج اللي كيكون لامع وبسيط، ما كيطلبش منك بزاف. كيكون هذا هو الكيك ديالنا من بعد ما كيطيب. ضروري انكم تخليوه يبرد في الثلاجة حوالي واحد 4 ساعات او 5 ساعات، المهم حتى تشد راس هذيك الكريمه مزيان. عاد نجبدوه ونديروه في صحن التقديم. غادي نخلط له، غادي ندهن له الجناب هنا شويه. هنا الا شفتوا الكيك ديالكم ناشف بامكانكم تسقيوه. هنا قلبت الكيكه هذا يعني التحتاني ديالها والفوقاني درته من التحت. غادي ندهن الجناب بحال هكا. عندي شويه داك الدبيبينات ديال الشوكولا، غادي نديرهم من الجناب بحال هكا. نحاول نلصق ومن الفوق. غادي نخوي ديك الكلاصاج نحاول نوزعو. وهنا درت واحد الكورني ودرت فيه شويه ديال الكريم ونبقى ندير بحال الدميعات مع الجناب. وهنا جبت هاد الدانيت كراميل وغادي ندير به خطوط. من بعد زين كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نقسمها معكم ونشوفوها كامله. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.